السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت الخواتات كديكم ماشي غاليات، شخباكم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بالصحة والسلامة وطول العمر، وباش ما كنتمناو ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم سيمنات بالنسبة للسميدة. هذه سميدة رقيقة مخلص من عندي الفين، واللي هو هنا في السعودية اسمه الفرخ، دقيق الفرخ والدقيق الابيض وشوية المليحة وشوية الخميرة الحلويات وشوية عسل او سكر اختياري لكم. وغادي نعجن ونرجع معكم. هنا بعد ما عجنت العجينه كما كتشوفوا صراحه عندي العجانه، فقلت غادي نعجن بسرعه بيدي ونخلص بسرعه احسن شيء. هنا بعد ما عجنت العجينه خليتها ترتاح شويه ونرجع نبسطها معكم ان شاء الله. وهانتوما معايا تيبان لكم العجينه، راني بسطتها وغطيتها خيتها ارتاحت. وهانتوما ما شاء الله كيفاش كيجي مسمن. غادي ندوز نطيب وانتم معانا. المهم حبايبي، بالنسبه للبنات اللي هنا في السعوديه كيبغوا يديروا مسمنات، شوفوا كما كتلاحظوا معايا هنا عملت غير بالسميد الناعم اللي هي السميده الرقيقه. تقدروا ديروا الفينو، راه اسمه هنا في السعوديه اسمه الفرخه، او الدقيق البرت، هو كيجي مسمن ما شاء الله تبارك الرحمن. فهذا هو المسمن، شوفوا تبارك الله كيف جا كل حبه حبه. المهم كبرتهم هنا كما قلت لكم بالدقيق البرت، كيجي هو صحي. وكاتبه لكم يدي فيها الحنه، صراحه صرت مدمنه على الحنه مني كانت الام الزوج ديالي الله يرحمها كانت تحني نفسها وتحني لي الله يرحمها، فصرت مدمنه على ترى هذه الحنه بس مخلوطه بالشاي فقط، لا ليمون ولا شيء. المهم اليوم ان شاء الله جولتنا غتكون في سوق الكعكيه للجمله، ما شاء الله سوق كبير، كاع المعتمرين الحجاج كيجيو يتقدوا منه. هذا هو اسم المحل اللي كتسولوني عليه، راه كاع اصحاب المحلات كيجيو يتقدوا من عند هذا المحل، راه ما شاء الله كيبيع اي حاجه بالجمله وحتى بالحبه تيبيع، وكيبيع حتى من ناقص. شوف هذا الدرزن غير ب60 ريال، اللي هو العطور الشيخ زايد. هنا معمول عاشق العود، في بخور عاشق العود، فيه بخور الاماراتي، فيه بخور الافراح، فيه عده انواع اللي صراحه روائحها تجنن. وحتى عطيتو هديه تبيض الوجه، وكما قلت لكم في المحلات الاخرى تلقاها ب30 حتى 25، هنا بثمن خيالي ب20 ريال. فانا كنجيب لكم محلات اللي بالثمن ديال الجمله. ترى السوق الكعكيه اغلبيتهم راه ما تبيعوش بالجمله، نصهم كيبيع بالجمله ونصهم كيبيع بالقطعه، يعني كيبيع ما كيبيعش بالجمله، عرفتوا كيف؟ فانا كنشارك معكم كاني راح اشتري لنفسي، ما كندير الاعلان لاحد ولا اساعد احد. المهم غادي نوقف حتى يخلص الاذان وارجع معاكم. هلا. المهم كما كتشوفوا ب60 ب50، شوفوا ما شاء الله كما كتشوفوا تبارك الله السوق عامر، شوفوا تبارك الله انتم. وهنا حبايبي جبتكم معايا الحي الحراء الثقافي، المعرض اللي فتحوه جديد عند جبل النور. ما شاء الله كيجيو المعتمرين الحجاج كيجيو يزوروا جبل النور، كيجيو يشربوا لهم قهوه شاي ايس كريم، ما شاء الله محلات. غنشارك معكم واحد المعرض ما شاء الله فيه اشياء كثيره. فيه واحد المعرض كتدخل ليه بالتذاكر، هنا فيه محل اسمه ابو زايد كيبيع الفول، قلابه، كبده، شكشوكه اللي هي تشميله، بيض، المهم اللي تبغون. فيه معصوده، فيه اشياء كثيره، اشياء كثيره شعبيه كتباع في هذا المحل. المهم انا جيت نتغدى انا وليداتي في هذا المطعم اللي هو مطعم طازج. صراحه عندهم اشياء اللي حلوه تعجب وليداتي، فكنا غنجلسوا هنا. صراحه كان الصداع فحبينا نجلسوا برا وخا الجو سخون. المهم كما كتشوفوا خديت العيالي، واحد خدا ناجيت وواحد خدا برجر، وانا خديت كبسه. الصراحه ما كلتهاش كما كنت منعش شويه، تعجبني صراحه الكبسه ديالتهم. وصافي غادي نتغداو وغادي نمشيو ندورو وانتم معايا ان شاء الله. من هنا راه كيبان لكم برج الساعه. صراحه هذا المكان تحفه تحفه، هنا فيه ما شاء الله نخبة العود بسويه عروض بالنسبه للناس اللي كيبغوا يشتروا العطورات. فيه المصباح، في عده محلات صراحه، في محلات الايس كريم، تاخذوا ايس كريم وانتم طالعين الجبل، تاخذوا مويه، تاخذوا لكم قهوه، انواع ديال الكوفي ما شاء الله موجوده هنا. كما قلت لكم حبايبي في جلسات عند المويه. هنا في واحد الشجره ديال شجره السدر، ما شاء الله فنه زرغوها باش تخرج، زرعوها هنا. صراحه خديت منها 7 حبات. ما شاء الله فيه مطاعم، فيه كل شيء كما كيبان لكم. مطعم يتغدينا فيه راه هو هنايا، هنا فيه مقاهي، فيه جلسات،
شوفوا نوريكم الشجره حقت السدر، هذه هي ما شاء الله زارعينها هنا. توحد البرد ما شاء الله هنا بالمويه. هذا الجو ما شاء الله رهيب. هاتي الموية اللي تترش بارد، تخيلوا هيا ندخل لهذا المكان معرض نكتشفوا ايش فيه. شوفوا ما شاء الله هذا السوق، شوفوا ما شاء الله الجمال في هذا المتحف. شوفوا تهبل صراحة الحاجة اللي فوق، سعرها كم تخيلوا؟ 2.99 ريال. شوفوا السجادات هنا، حتى الأشياء اللي تبغوا تشتروها تبي تكتبوا عليها الاسم موجود، موجود واحد يكتب. شوفوا ما شاء الله هذه ب750، صراحة حلوة. تعلق حق شي صالون كبير، هي الصغيرة ب999. فيها صور كما كتشوفوا، يعني تعلقوا في المجالس، في شركات، في شي حاجة اللي تحفة. بحال كل واحد عنده شركة يعلق شي حاجة اللي طوب ما شاء الله. تعالي نوريكم هنا، شوفوا هنا ما شاء الله، شوفوا هنا ب99 ريال، شي حاجة اللي زوينة هنا ب100 ريال. شوفوا هذا الحجر على شكل ظهر الحراء، هذه لوحة رخامية، شي حاجة اللي زوينة طوب يعني تبقى معاكم تتكامل. هذا ب180 ريال. هنا الساعات، هذا 150 99، هذا 199. شوفوا هنا السجادات من 5 ريال حتى 100 ريال. شوفوا مكتوب عليه حرافين ب99 ريال. هنا مسابح تجنن 3 ب100 ريال، وحدة ب40 ريال. هنا كاسات ب59 ريال، شوفوا داك الشي روعة، معمول ما شاء الله أنواع المعمول، أنواع وأشكال. هنا عطورات 2.99 ريال، شوفوا هادو ما شاء الله حلو، حق المدينة، حق القبة، حق أنواع وأشكال زي ما تشوفوا. كاين حبات ب120، وهاد النوع كاين حبة ب99. شوف في عطورات صغار، العطورات نفس كذا تاخذ 2 ب120 وحبه ب80. شوفوا كاتبين لكم هنا برضو 2 ب100 حبه ب70 ريال. هذا برضو ما شاء الله، هنا كتب ما شاء الله مليان المحل، بس ما عرفت اصور بامير. هنا عكاز يموت العامي على العكاز، شو ما شاء الله. هنا وهنا حبايبي بعد ما خرجنا من المعرض هذا السوق، غادي نطلع الفوق نجلسوا شويه
ما شاء الله فيه، وانتم طالعين في واحد المتحف كذلك كيبعد المعرض، زي معرض كيبعد تو هادشي ديال الاشياء اللي تحتاجوها الهدايا. يمكن مكتب جيت جلست هنا، هي اللي جالسه كيلعبوا شويه، غادي نهبطوا ثاني اللعب ديالي طلعهم فوق الجمل كما تيبان لكم الناس كيركبوا وليداتهم. وهنا جاني العشق ديالي اللي هو اللفت المحفور، صراحه نموت على هذا اللف، اللي دامات ولا في كسكسو شكون بحالي. هنا غنشارك معاكم بحشكل البرياني، ولكن ماشي برياني، طريقه بحشكل البرياني. غندير شويه البصله، شوفوا الكبسه ولا البرياني ولا البخاري تبغوا يجيكم حلو، شحروا البصله، البصله وانتم شحروهم. هنا كما كتشوفوا درت الدجاج، المهم الدجاج بالنسبه للدجاج راه بغيت مرقد ليله كامله في العطريه والزبادي او اللبن، المهم نتوما اللي تبغون. بدا العطريه كامله. بالنسبه للعطريه اللي غادي نزيد، عندي واحد البهارات فيها ورقه سيدنا موسى، وواحد غنصورها لكم فيها بهارات مشكله. هنا زدت بس سنين هيل او قعقول، شويه زعفران وشويه سودانيه، هادشي اللي زدت. اما العطريه درتها كامله، بهارات ديال الكبسه، شويه بهارات ديال البرياني، واخا انه ماشي برياني ولكن نفس البرياني، ولكن راه الطريقه ديال نفس الطريقه النسمه ديال الطبخ الهندي، فما شاء الله جات رائعه. وبالنسبه للروز غادي نسلقو، غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي غندير. صافي هنايا درت العطريه، كل شيء داكشي تكش، زدت شويه معجون الطماطم عشان منعاودش لكم الريحه، الريحه ديال الطبخ منعاودش لكم، راه الشكل اللي يبين لكم كيفاش غيطلع المذاق. عاتي غير هاد الكشنه او المرقه ديال الدجاج تكلعب مع الخبز، راه كتجي لذيذه. المهم زدت كما قلت لكم معجون الطماطم، وانا ديجا عاصره الليمون مع الدجاج، ونسمت واحد شويه ديال السمن، المهم اختياري انا زدتو. وزدت هاد الكريكيبه ديال الليمون مجفف، كيجي زوين مع مرقي الدجاج، كيقولوا ليه النفس السعوديه مرقي الدجاج. عاتي هاد المرقي راه كيتباع، كيبيعوه الهنود حار حار حار، وكيكثروا فيه القزبر، قزبر وبقدونس كيقطعوه بحال هكا وتيديروه، وكاين اللي كيدير فيه بطاطس، كاين اللي كيخليه عير هكا تيغمسوا فيه وتياكلوه، صراحه تيموتوا عليه الناس اللي تيبغوا الحار. صافي انا بعد ما رديت داكشي كيطيب، دزت كرت هادشي اللي شريت تقضيه من السوق، السقاطه للدراري عصيرات وهادشي. وهذا هو الروز كما كتشوفوا، الروز عير، الروز ابيض، درت فيه مليحه وشويه الزيت وشويه البصل، صافي خيشو كيتسلق. بالنسبه لهاد الملون اختياري، اللي بغى يديرو ديرو، باش يديرو ما يديروش تاطا بالروز درتو خويتو من الفوق باش يعطي داك اثنين الوان. المهم هذا هو الطبق ديالنا، شوفوا تبارك الله كيجي بنين، عرفتي الروز منعاودش لكم جا بنين. نسمت بديك المرقه اللي طبخ فيها الدجاج، وهذه شطه بحال الهريسه ديالنا ديال المغرب، هي ديال الجزائر. فهذا هو الغديوه ديالتنا، كتحطوا معها سلطه، كتحطوا معها الجرجير، اللي تبغون سلطه اللبن فيها. بعد مرات كنصلحنا الطقوس غير ما صايبتوش، وهاد الكريكيبه عادي تبدلوها لحوات وتحطوا داك البصله والزبيب اللي كتقليت في البدايه، زينت بهم بحال ما هكا، راه ما شاء الله كتجي الماكله واعره. وهذه الشطه بحال شطه ديال المغرب، ولكن هي راه ديال الجزائر، كتجبتها لي واحد الاخت، هذه هي صراحة فن فن مع السندويشات. هو هادشي اللي كاين حبايبي، اللهم ديما نعمة واحفظ من الزوال، وحطت الشطة ديال السعودية والعصيرات واللبن، وصافي هادشي اللي كاين. جربوا الطريقة اللي درت، صراحة راه كيجي زوين، راه بحشكل كتجي في هذيك النسمة ديال البرياني، ولكن ماشي برياني، تقريبا بحشكل برياني ولكن راه كيجي لذيذ. المهم ان شاء الله نشارك معكم الكبسة، نشارك معكم ان شاء الله كذلك البرياني، البرياني كيديروا فيه الخيزو. انا صراحه ما درتش خيزو، درت الطريقه اللي زوينه، وكما قلت لكم راه كتجي لذيذه. اللهم ديما نعمه وفضل من الزوال يا رب.